على ناموس هذا الشوط تحفة مشاهدين الكرام لهجن العاصفة بقيادة المضمر والمتابع غياث الهلالي من يحتل المركز الأول ويسيطر على ناموس الشوط، بينما المركز الثاني من وصلت هناك على المركز الثاني هجن الرياسة تتقدم وتقدم مهمة لتنجز مهمة هذا الفوز وهذا الانتصار، مهمة في المركز الثاني وبقيادة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما المركز الثالث اللي وصلت الان وتقدمت زمه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمر عتيج او مسري بن سالم بن عرطي الحميري، ننتقل الى المركز الرابع الى شواهين في رابع المراكز تعود الملكيه لهجن العاصفه المضمر غياث الهلالي، اما المركز الرابع الخامس وصول من قبل شوق لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وفي عملية التضمير حمد بن خميس الغويص في انطلاقة وتنافس هذا التحدي، المركز السادس وصلت الآن غاية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والغاية تبرر الوسيلة، وفي التضمير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي المركز السابع، وصلت هنا تحذير من هجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، أما المركز الثامن أيضا لهجن الرياسة وتأتي كذلك الذيبة وبقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، أما المركز العاشر أو المركز التاسع هذه اللي وصلت من هجن العاصفة سمعة 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 المضمر غياث الهلالي، المركز العاشر اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم تتقدم هملولة وبقيادة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، هي النتيجة أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء في انطلاقات وتواصل هذا المساء، عودة إلى البداية والعودة إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط، نسير إلى البداية ونعود إلى تحفة من تتولى القيادة لهجن العاصفة في استراتيجية في تحدي وفي تقدم كما نشاهد دائما في كل الأشواط والتحديات المميزة المثيرة، بينما غياث الهلالي من يتابع تحفة في عملية التضمير والتدريب على تحفة الميادين على الميدان الذكي في ميدان المرموم، المركز الثاني نقل إلى مهمة من تنجز المهمة وكلت بمهمة التحدي والمنافسة هنا شعار هجن الرياسة الحمر الخطر المضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، أما المركز الثالث فتقدمت شواهين من هجن العاصفة ويأتي غياث الهلالي في التضمير، المركز الرابع هناك كذلك ذيبة تتسلل لهجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري في عملية تضمير، المركز الخامس تحذير لهجن الرياسة وتحذير شديد اللهجة تقدم ويقدم هذا الشعار بقيادة بن زيتون في المركز الخامس، المركز السادس هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يأتي الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في التضمير، الآن سمعة تتقدم من هجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي في عملية التضمير وفي عملية التدوير، أعود إلى البداية أعود إلى بداية الشوط وبداية الشوط أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء، لا زالت الأمور هناك في المقدمة حيث سارت تحفة من أول الأشواط منذ بداية الشوط وهي على قمة الشوط، الله يا تحفة 1200 على خط النهاية، شوف الاستعداد المبكر من يتقدم من يسير إلى الصدارة، الانذار المبكر من تحفة، لكن المركز الثاني هناك محاولات قوية محاولات مهمة من مهمة لهجن الرياسة وبقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري تحتل المركز الثاني في تنافس ثنائي على ملكية هذا الشوط على ناموس هذا الشوط، تسير الأفكار تسير التحف تسير تتبادل المراكز، ولكن تحفة مسيطرة وهناك مهمة مكلفت بمهمة هذا الشوط، تحفة مهمة الثنتين بينهن الشوط، الله هذا الشعار شعار هجن العاصفة، هذا الشعار شعار هجن الرئاسة، الكل يمثل نفسه الكل يمثل التحدي والكل يمثل هذا الشعار دائما في كل المنافسات، الله
هي تحفة مهمة، تحفة تحفة، ولكن مهمة مهمة تتسلل، مهمة لهجن الرياسة، مهمة لهجن الرياسة. والنقطة الثالثة هنا مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، لكن عادت تحفة، عادت تحفة. أشوف التحدي على أصوله، أشوف التحدي في هذا المساء على البطولة، لكن تحفة تأتي على المركز الأول، تعود من جديد إلى قمة الشوط، راحت مع استراحة المحارب، لكن عادت هناك بحربة الشوط هجن العاصفة والهاتريك ليسجل شعار هجن العاصفة. تهانينا والناموس لمالك هجن العاصفة هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مهمة من هجن الرياسة، المركز الثالث من هجن الرياسة تأتي الذيبة، المركز الرابع هجن العاصفة، والمركز الخامس هناك تتقدم مشاهدين الأعزاء من اسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم اللي هي هملولة. ها هي مشاهدي الأعزاء لحظات الوصول، لحظات المنافسة القوية والأصيلة والجميلة في مستوى هذا الشوط. ناخذ التوقيت الزمني، نعود إلى التوقيت الزمني. تحفة قطعت المسافة في 7 دقائق 33 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية لهجن العاصفة بقيادة المضمر غيات الهلالي. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني 7 دقائق 33 ثانية 9 أجزاء من الثانية هي مشاهدين الأعزاء مهمة لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. أما المركز الثالث في هذه الانطلاقة وفي هذا التواصل أيها الحفل الكريم، هناك من حلت في المركز الثالث بهذه اللحظات. نشاهد ونتابع هجن الرياسة حيث قدمت الذيبة ل7 دقائق 41 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام، ها هي انطلاقة الشوط السادس، والشوط السادس مخصص للقاء البكار المهجنات الأصائل. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط.